إخواني يعني نذكر إن شاء الله، عسى الله أن ينفعنا وإياكم بالذكرى. نذكر أنه من ابتداء الخلق، من بداية، من أول الطريق، المشكلة في بني إسرائيل من البداية، من الابتداء. خلينا نذكركم إخواني في قول الله عز وجل، نتكلم في سورة الأعراف في الآيات 172-173 في قول الله عز وجل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون، أو تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني هذا خطاب، يعني الظاهر تبعه أنه للبشرية جمعاء. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني كل الذرية، يعني الظاهر أنه الكلام لكل البشر. ولكن لما يقول سبحانه وتعالى أن تقولوا يوم القيامة، شو معناه؟ معناه في تخصيص في هذه الذرية. شو يعني؟ يعني لن تعود الذرية جميعها وتقول لله عز وجل إنا كنا عن هذا غافلين، ولن تعود الذرية كلها وتقول سبحانه وتعالى إنما أشرك آباؤنا. شو راح يرجع؟ جزء من الذرية. فلما يتكلم سبحانه وتعالى عن الذرية كلها، ثم داخل الذرية يخصص، فيكون التخصيص مقصود وفي له علة. كأنه سبحانه وتعالى بيقول لك أنا من الذرية، ايش عمالي بحكي عن هدول؟ وهذه كانت سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان لما يشوف خطأ من شخص أو شخصين في المسجد ما يوقفهم ويقول لهم سويتوا غلط، يجمع الناس كلهم، شو يقول؟ ما بال أقوام تقول كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا. فشو يسوي؟ يجيب الجمع ويخصص. هلأ المقصود من الخطاب شو هو؟ شخص، شخصين، ولكن الخطاب لمين؟ للجميع. كان للجميع. فالله سبحانه وتعالى تكلم مع الذرية جمعاء، ولكن الخطاب لمين كان موجود؟ لجزء من هؤلاء، من هذه الذرية. هلا لو سألنا أنفسنا، طيب مين اللي كان مقصود من الخطاب؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، نسأل مين المقصود؟ عشان نعرف مين المقصود إخواني، هذا علم من علوم القرآن الكريم، إنك أنت بدك تبحث في المجموعات والجماعات المقصود منها الخطاب. وعادة إخواني لما تأتي آية فيها تخصيص لجماعة ضمن مجموعة كبيرة، عادة ذكر الجماعة المقصودة بيكون إمتان؟ في الآيات السابقة أو الآيات اللاحقة. لنيجي نتطلع على حوالين الآيتين اللي احنا نتكلم عنهم، شو سبقها وشو أجا بعديها. احنا نتكلم في الآية 172-173، نرجع للآية 171. ماذا يقول سبحانه وتعالى في الآية 171؟ يقول سبحانه وتعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة وظنوا فوقهم، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. مين هدول إخواني؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل، يعني الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن بني إسرائيل، وبعدين بقول لك وإذ أخذ ربك من بني آدم، وبقول لك أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. فمعناه كأنه سبحانه وتعالى بقول لك من الابتداء، لما أخذت كل الذرية من ظهر سيدنا آدم ونثرتها أمامك الذر، عن مين أنا؟ مع مين بحكي؟ بحكي مع بني إسرائيل. مين اللي راح يغلب الدنيا واللي فيها؟ بني إسرائيل. أنا هلأ بدي أقول لكم العلة تبعت الخلق، وبدي أفرجيكم الناس اللي راح تسوي مشاكل الدنيا كلها، اللي هي بني إسرائيل. وهاي بني إسرائيل، مع إني أنا بدي أعطيها فرصة جديدة، وبدي أنزلها للأرض عشان هي تتوب، ولكن لن ينفع معها هذا. خلينا نشوف ليش الله سبحانه وتعالى بيقول بدي أعطيها فرصة جديدة. هلا شفنا الآيات، قلنا وإذ أخذ ربك من بني آدم، قبلها بتيجي وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم
خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نيجي نتطلع على الايه اللي بعديها، الله سبحانه وتعالى بيقول وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. شو يعني؟ يعني بركن رجعوا عن المشكله اللي موجوده فيهم، بركن رجعوا عن المشكله الموجوده فيهم، بركن انحلت هاي المشكله. طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم ولا لا يعلم انها راح تنحل مش راح تنحل؟ يعلم، ولكن علم الله سبحانه وتعالى لا يمنع انه يعطينا الفرصه. يعني بقول لك انت ما راح تنجح، يعني على سبيل المثال انت شايف ولد، على سبيل المثال بتعرف انه ما بيعرفش واحد زائد واحد، بقول لك اعطيني امتحان السيخومتري، شو بتقول له؟ بتقول له مش راح تنفع، بس ها تعال بدي اقدم لك الامتحان عشان تشوف. فانك انت تعطيه فرصه ما بيمنع انك انت تكون عارف النتيجه مسبقا، فالله سبحانه وتعالى عارف النتيجه مسبقا، ولكن شو بده يسوي؟ بده يعطيهم كمان فرصه. هلا بدنا نشوف شو هي العله، شو هي العله اللي الله سبحانه وتعالى وجدها او شافها في بني اسرائيل وشاف انه فيها خلل وبده يعطيهم فرصه لعلهم يرجعوا عنها. بدنا نشوف شو هي العله. نرجع لنفس الايات اللي احنا تكلمنا فيها. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، اي ايش؟ هذا حقيقه. واشهدهم على انفسهم الست بربكم، هذا ايش؟ هذا خطاب رباني. الله سبحانه وتعالى يخاطبهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. شو قالوا؟ قالوا بلى. هلا في عندنا ايش؟ في عندنا سؤال وجواب. شو السؤال الرباني؟ الست بربكم. شو الجواب؟ من الذريه كلها بلى شهدنا. بلى شهدنا. طيب فين العله في هذا السؤال والجواب؟ فين العله؟ يعني السؤال الظاهر تبعه انه الله سبحانه وتعالى بيسالهم الست بربكم، هم شو قالوا؟ بلى. يعني كل شيء تمام، يعني الظاهر تبعه كل شيء تمام، ولكن الله سبحانه وتعالى لما يتبع هذا الكلام ان تقول شو معناه؟ معناه لا. طبعا مفهوم. ان تقولوا يعني لن اقبل منكم عندما تقول، لن اقبل منكم عندما تقولوا انا كنا عن هذا غافلين. عن ايش؟ الست بربكم. شو معناه؟ معناه انتم ما راح تلتزموا فيها. معناه لما قلت بلى شو كنتوا؟ كنتوا تكذبوا. معناه الذريه اللي اخذت من ظهر سيدنا ادم قسم لنا يا سبحانه وتعالى لقسمين، الذريه وبني اسرائيل. الذريه وبني اسرائيل. ليش بني اسرائيل بنقول؟ لانه كان التقديم واذ رفع، يعني واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظل. يعني صار في عندنا الذريه واخرجت منها ايش؟ بني اسرائيل. الذريه قالت بلى صادقه، وبني اسرائيل شو قالت؟ بلى كاذبه. والله سبحانه وتعالى شو بقولها؟ ان تقولوا لن اقبل منكم عندما تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، ولن اقبل منكم عندما تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. ما راح اقبل منكم هذا الحكي. بل نيجي نسال السؤال، لما بني اسرائيل قالت بلى وقالتها كذبا، ليه؟ السؤال لما قالت بني اسرائيل بلى كذبا؟ ولما نحكي على الانفس، واذ يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على إيش؟ أنفسهم. نتكلم عن أنفس النفس البشرية اللي الله سبحانه وتعالى يقول عنها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بنسأل قديش لازم يكون عمر النفس عشان يكون في عندها فجور وتقوى؟ 60 و70. بمجرد أن تخلق شو بصير في عندها؟ فجور وتقوى مباشرة، مجرد خلقها. مش شيء بدها تتعلمه، ما بدها تتعلمه، هذا شيء موجود فيها، منها فيها في خلقها فجورها وتقواها. يعني الله سبحانه وتعالى مجرد ان خلق الانفس كل نفس كانت؟ كانت تحتوي على امكانيه فعل التقوى وامكانيه فعل الفجور. يعني لما الله سبحانه وتعالى بيقول لك ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، مش انه حط فيها الفجور والتقوى، لا، حط فيها إمكانية فعل التقوى وإمكانية فعل الفجور.
أما فعل الفجور وفعل التقوى شو هو؟ خيار النفس. فالنفس تختار إما أن تكون تقية لله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون فاجرة وتخالف أمر الله سبحانه وتعالى. مش إنه الله سبحانه وتعالى حط لها قال هاي الفجور عندك استخدمي، لا، الله سبحانه وتعالى أعطاها الإمكان. فهلا لو سألنا طب ليش الله سبحانه وتعالى يعطي النفس البشرية لما يخلقها بمنح بلحظة الخلق؟ بلحظة الخلق ليش بقول لك بلحظة الخلق؟ أجي أسألك سؤال بسيط، الطفل الصغير عندما يولد من بطن أمه بينزل شو بيبدأ؟ بالبكاء. هلأ هذا البكاء اللي بيبكي ليه؟ مش عشان ينبه أمه تعتني فيه يرضى أو إنه فيه له حاجة، وكل ما كان فيه له حاجة شو بصير؟ بصير يبكي. مين علمه البكاء عندما يكون فيه له حاجة؟ هذا جزء من إيش؟ من الإلهام الرباني في الفجور والتقوى كيف يتصرف. يعني لا يحتاج إنه هو يتعلم هذا الإشي، هذا شو ماله؟ مخلوق معه. فالفجور والتقوى شيء خلق سبحانه وتعالى داخل النفس البشرية، مجرد أن خلقت بتعرف كيف تكون تقية وبتعرف كيف تكون فاجر. أما السؤال إخواني، لما لم يخلق الله سبحانه وتعالى النفس بتقوى بلا فجور؟ يعني أنها بتعرف تنقي التقوى بس ما في عندها قدرة تنقي الفجور، مش كان أحسن؟ نقول إخواني، نقول كون الله سبحانه وتعالى خلق لنا الإمكانيتين، إني أكون تقي وأكون فاجر، مش إنه خلقني تقي أو خلقني فاجر، خلق لي الإمكانية إني أنا أختار الفجور والتقوى. ليه؟ لأنه لو خلقني بإمكانية واحدة فأنا مجبر عليها، فين الاختيار؟ بطل في اختيار، مظبوط ولا لا؟ أصبحت مجبر على التقوى. فإن كنت مجبر على التقوى، هل أتت التقوى مني ولا صارت شيء مفروضة علي من الله سبحانه وتعالى؟ صارت مفروضة علي من الله سبحانه وتعالى. ولكن الكرم الرباني شو بقول؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى تتحقق في صفة الكرم، تتحقق في صفة الكرم، لابد من إذا أنا شئت أن أتنعم أن يكون لي الاختيار في هذا التنعم. يعني الله سبحانه وتعالى بده ينعمني، شو لازم أكون؟ لازم أختار قبول النعمة حتى يتحقق فيها الاختيار، فأقر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، ثم أشكر الله، ثم أحمد الله، فتكون هذه إيش؟ خيار. أما لو كان في نجد واحد مش نجدين من الخيارين من الخيارات، لأصبحت إيش؟ لأصبحت التقوى جبرية وليست خيارية. عشان هيك كون الله سبحانه وتعالى أعطانا الإمكانية من كرمه لاختيار التقوى والفجور، فأنا أصبحت حر الاختيار أن أقبل لله سبحانه وتعالى أن يكون الرب أو أعترض على هذا الشيء. فلما يقول سبحانه وتعالى ألست بربكم، يعني هل تختارني أن أكون مدبر أمرك أو أنك تريد أن تدبر أمرك بنفسك؟ فإن أنا قلت بلى وقلتها صادقا، شو بقول؟ لا، أنا سأوكل عن نفسي مين؟ ربي، وسيكون وكيلي وأتخذ وكيلا عن نفسي، فسأكون من المتوكلين على الله. ولكن هذا الشكل راح يكون خياري، مش إنه اللي بيصير معاي غصبا عني، أنا اخترت إني أنا أوكل لله سبحانه وتعالى بخياري. أما إن قلت لله سبحانه وتعالى بلى ولكن قلتها كاذبا، شو معناه؟ كأني بقول لله عز وجل أنا لا أريد أن أعترف بك وكيلا ولا أقبل منك هذا التدبير، وأنت لست بربي وأنا سأدبر نفسي بنفسي. مين اللي اختار هذه الإجابة؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل شو اختارت؟ اختارت إنه هي تريد أن تدبر أمورها بإيش؟ بنفسها، بنفسها. طب لو سألنا إخواني سؤال فرضي، طبعا احنا بنسأل أسئلة فرضية عشان نشوف عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. طب لو فرضنا انه بني اسرائيل خرجت من الذرية، شو قالت لله عز وجل؟ لا يا الله، انا ما بدي اقبل فيك مدبر. هلا نيجي بنسأل ماذا ستكون العواقب؟ يعني نشوف الاحتمالات. يعني في الاحتمال الاولاني انه الله سبحانه وتعالى يفنيهم، يعني انه انت بدكش الخلق، مش انا خلقتك، ما بدك هذا الخلق فبدي افنيك. هل من المحتمل أن يفنيهم الله سبحانه وتعالى إنهم رفضوا تدبير الله سبحانه وتعالى، ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ شو منقول؟
بنقول هل يجحد الله سبحانه وتعالى ما أعطاه؟ حاشا وكلا. الله سبحانه وتعالى خلقهم، فهل يجحد هذا الخلق؟ لا يجحد هذا الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجاحد. شو يعني جاحد؟ يعني أنا أعطيت شيء وشو بعدين شويت؟ تراجعت عنه. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الحياة، أعطاهم الخلق، هل يتراجع عن هذه الحياة وعن هذا الخلق؟ لن يتراجع. فإمكانية إنه الله سبحانه وتعالى، مش إمكانية يعني، فكرة إنه الله سبحانه وتعالى إنه يفنيهم ويعيدهم إلى العدم، بنقول ما كانت متوافقة مع ما نعلمه من صفات الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بجاحد، عشان هيك لن يفنيهم سبحانه وتعالى. طب نيجي ناخذ الخيارات الثانية، نيجي نطلع الخيارات الثانية. يعني الله سبحانه وتعالى بقول أنا بدي أعاقبكم على هذا الاختيار السيء، بدي أدخلكم النار. هل دخلهم سبحانه وتعالى النار بأنهم اختاروا هذا الخيار السيء؟ شو قلنا؟ احنا بنعرف في قول الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى اهبطوا منها جميعا، مش هم لحالهم، الجميع. يعني ما عاقبهم الله سبحانه وتعالى على هذا الخيار، ولكن سبحانه وتعالى احنا بنعرف انه كل ما لله سبحانه وتعالى هو لله عز وجل، ولا يمكن اني انا اختار شيء لله سبحانه وتعالى بدون ان اختار الله سبحانه وتعالى. يعني اجي اقول لله سبحانه وتعالى والله انا بدي جنتك بس ما بدي اياك، بنفع؟ بنفعش، ما بنفع. ليش؟ لانه الجنه هاي لمين؟ لله عز وجل. او اقول لله سبحانه وتعالى انا بدي نعمك بس ما بديش اياك، بدي دنيتك بس ما بديش اياك، بدي اشي الك بس ما بديش اياك، بدي علمك، بدي قوتك، بدي جاهك، بدي سلطانك، بدي تدبيرك، بدي 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 بس بديش اياك، بنفع؟ بنفعش. يعني يا اما بتاخد الله وكل ما لله سبحانه وتعالى كوحدة واحدة، يا ما بتقول ما بديش كل إشي. منفعش أنك تقول أنا بدي شغلة وما بديش شغلة. نرجع كمان مرة إخواني لبني إسرائيل، لما هي قالت بلى، قالت بلسانها بلى ولكن في قلوبها شو كان فيه؟ لا ما بديش. هلأ نقول لو بني إسرائيل قالت بلسانها بديش وبقلبها بديش، وأظهرت علانية لله سبحانه وتعالى إن هي ما بدها تعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. هلأ ما نعلم عن كرم الله سبحانه وتعالى وصفة الله إن الله سبحانه وتعالى ما راح يفنيها، ما راح يعاقبها. ليش؟ لأنه هذا خلق الله، مش هو اللي خلقها، وهو اللي ألهمها الفجور والتقوى وأعطاها الخيار، وهي اختارت إنها تقول لا وقالت لا، فهي استخدمت شيء الله سبحانه وتعالى أعطاها إياه. هل سيضر الله سبحانه وتعالى او ان الله سبحانه وتعالى سيغضب على شيء اعطاه لعبده وعبده اختاره واستخدمه؟ لا، ما راح يستخدمه، ما راح يضره. عشان هيك لربما لو قالت بني اسرائيل لله سبحانه وتعالى صراحه يا الله انا ما بدي اعبدك، ما بدي اياك رب، كان شو قال سبحانه وتعالى؟ ماشي زي ما بدكم، بخلق لكم شيء معين تعيشوا فيه خالدين فيه بحسب أفكاركم، من نعمة الله، من رحمة الله. لربما، ما بنعرف، ولكن بنقول لربما. إنما إخوان اللي ما فيش إلنا فيه حق إحنا البشر إنك أنت تكذب على الله. شو يعني؟ يعني أنت بكل بساطة بتحكي اللي بدك إياه بصراحة، احكي كل أفكارك، كل الموجود في قلبك، اخرجه وقول اللي بدك إياه، ولكن لا يجوز لك أن تكذب على الله سبحانه وتعالى. شو يعني؟ يعني تقول لله سبحانه وتعالى بلى ولكن في قلبك شو فيه؟ لا. طب ليه؟ ليه؟ ليه تكذب على الله سبحانه وتعالى وتقول لله سبحانه وتعالى بلى وانت في قلبك لا؟ شو بدك تحقق يعني من هذا الكذب؟ فالله سبحانه وتعالى لا يريد الكذب ولا يقبل الكذب، يعني يقبل منك الصراحة مهما كانت، حتى لو وصلت لدرجة الوقاحة بيقبل منك سبحانه وتعالى. أما إنك تكذب لا يقبل. الكذب عند الله سبحانه وتعالى شو اسمه؟ كفر، لأنك أنت بتغطي إشي بقلبك وبتظهر شيء آخر بلسانك. شو هو الكفر؟ التغطية. منقول عن الكفار المزارعون إنهم بكفروا الحبة، يعني تحفر الأرض بتحب الحبة وبتغطيها، هذا شو بنسميه؟ كفر. كفر الشيء يعني غطاه. فالكذب هو كفر. عشان هيك لو احنا نظرنا إلى بدايات سورة البقرة
الله سبحانه وتعالى في أول 5 آيات تكلم عن المؤمنين المهتدين المفلحون، بعدين من آية رقم 6 شو بدأ يتكلم عن مين؟ عن الكفار، إن الذين كفروا، إن الذين كفروا، يتكلم كأنه عن شيء ماضي، إن الذين كفروا سواء عليهم، طبعا الخطاب لسيدنا محمد، أأنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ مين هدول؟ بني إسرائيل. طب كيف منعرف؟ انزل للآية رقم 10 شو بقول سبحانه وتعالى؟ بقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، مش بما كانوا يكفرون، إن الذين كفروا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى لما نقرأ الآيات من أول وجديد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يا بني إسرائيل يوم القيامة إنا كنا عن قول أنك الرب، ألست مش بإلهكم؟ ما قال سبحانه وتعالى بإلهكم، شو قال؟ بربكم. إنا كنا أنك أو إنا كنا عن هذا غافلين، إنا كنا بربوبيتك يا الله في الدنيا كافرون منكرون، لا نتوكل عليك في هذه الدنيا، نتكل على مين؟ على أنفسنا. طبعا لما هو يقول أنا بتكل على نفسي، هو على الحقيقة بتكل على مين؟ على الله سبحانه وتعالى من حيث لا يدري. يعني لما يرفع إيده يحرك الألم، يرفع إيده حرك الألم، هو شو بقول؟ حركت الألم. إحنا المؤمنين شو بنقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان أنا أحرك الألم بدي قوة تيجي من الله سبحانه وتعالى بعضلاتي ويعطيني مشيئة ويمكنني إن أنا أرفع القلم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. من فين أجت القوة اللي هو اعتقد إن هو دبر أمره فيها؟ من الله عز وجل. طب لما تجيك القوة من الله سبحانه وتعالى وانت تسوي الحركة، معنى النتيجة النهائية من فين؟ مش من الله سبحانه وتعالى أن صاحب القوة؟ صاحب القوة. فهو يعتقد أنه هو دبر أمره في الدنيا، ولكن على الحقيقة تدبير الأمر كان من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لم يعترف أنه حقيقة التدبير هي لله، وأصر على أنه هو الذي يدبر أمره بنفسه. فيقول سبحانه وتعالى إنا كنا، يعني يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أنا ما كنتش منتبه إنك أنت بتعطيني القوة، بطلب السماح، بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ولكن إمتى؟ بعد أن فات الأوان، لأنه من الابتداء الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ من الابتداء بقول له ألست بربكم، يعني أنا اللي راح أدبر أمركم. شو يعني الرب؟ الرب المدبر للأمر، كل الأمر، كل شيء، نظرك، سمعك، قوتك، جاهك، سلطانك، مالك، كل شيء، كل شيء جزء من إيش؟ جزء من التدبير، جزء من تدبير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بقول ألست بربكم. طيب إذا أنت قلت بلى، معنى أنت عارف وشايف وفاهم أنه تدبير لله سبحانه وتعالى. لما نزلت للدنيا شو سويت؟ بديت تقول لا أنا اللي بدبر، وأنا ما بدي أخاخد الله سبحانه وتعالى وكيل، وأنا ما بدي أعترف أنه هاي القوة كانت لله سبحانه وتعالى، وبدي أقول القوة كانت إلي، وبدي أنسب هاي القوة. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية. شو بدهم يبدو هلأ؟ لما الله سبحانه وتعالى يرفض منهم، يرفض منهم الشق الأولاني من الادعاء، إن هم ما كانوا عارفين إن الله سبحانه وتعالى هو الموكل، هو المدبر للأمر في الدنيا، شو بدهم يقولوا؟ طب أنا كنت يهودي، ومين اللي خلاني يهودي؟ أبوي وأمي خلوني يهود. أنا كنت نصراني، ومين اللي خلاني نصراني؟ أبوي وأمي. فشو بدهم يصيروا يرموا أحمالهم على مين؟ على آبائهم. إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بده يتبرى من أبوه وأمه وجداده كلهم، بس هل سيقبل منه سبحانه وتعالى هذا؟ لن يقبل. ليه؟ بكل بساطة، وأنا أعطيكم مثال بسيط، يعني لو أنا كنت مدرس في صف، وكان في عندي 20 طالب، وجيت ألقيت درس على 20 طالب كلهم،
وقدمت لهم امتحان، واحد من الطلاب يعني فشل في هذا الامتحان، وشو قال لي؟ قال لي الحق مش علي، الحق على الطالب في الصف الاولاني، ما فهمنيش الماده. شو بقول له؟ بقول له بس مش هو اللي القى لك الماده، انا اللي القيت لك اياها. لو الله سبحانه وتعالى اجى اخذ ادم لوحده والهمه الفجور والتقوى لوحده، وقال لآدم انقل التقوى لأبنائك، وبعدين اجى آدم علم اللي بعديه الفجور والتقوى، واحد منهم كان فاجر واجى قال لله سبحانه وتعالى يا الله آدم ما علمني، بيقبل منه سبحانه وتعالى. ولكن آدم وأبنائه وأبنائهم وأبنائهم إلى يوم القيامة، من اللي علمهم الفجور والتقوى؟ الله سبحانه وتعالى مباشرة، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عشان هيك هل يقبل منهم سبحانه وتعالى ادعائهم انه المشكلة في نقل التقوى كانت من الآباء؟ لن يقبل، لانه ابتداء التقوى من فين كانت؟ من الله سبحانه وتعالى، إلهام عند الخلق. فمجرد ان خلق هذا المخلوق كان ملهم بخلقه ان يختار اما التقوى او الفجور، فلا يستطيع ان يدعي انه جاء فجوره نتيجة ايش؟ نتيجة شخص اخر. يعني قد يدعي انسان لله سبحانه وتعالى انه شخص اجبر انه ينطق كلمة الكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى شو بقول له؟ بقول له بهديك اللحظة شو كان قلبك؟ هل كان قلبك مطمئن في الايمان ولا لا؟ اذا كان قلبك مطمئن في الايمان لن احاسبك على هذه الكلمة التي نطقتها. حتى انه في احد الاحاديث تدل على انه شخص كان يملك او انقطعت فيه السبل في صحراء، وكان في معه ناقة او الدابة وهربت، وبعدين لما وصل لمرحلة انه خلص قال هلكت، يعني خلص، شو لقى؟ لقى دابته فوق راسه، شو قال؟ ايوه اللهم انت عبدي وانا ربك. شو سوى؟ قلبها. فالله سبحانه وتعالى فرح بكلامه مع انه شو سوى؟ عكس المعنى تماما، انه هو شكر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ياخذ ما في قلوبنا، عشان هيك ما في القلوب هذا جاء الهام من الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع انسان ان ينازعك في هذا العمل القلبي الا ان تكون راضي. يعني على سبيل المثال يجي الشيطان يقول لك اكفر، الشيطان شو يقول لك؟ اكفر. فان كفرت من قلبك شو بكون قلبك؟ راضي بالكفر، مطمئن بالكفر، فالله سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا الكفر. أما إن كفرت بلسانك وقلبك هل يحاسبك سبحانه وتعالى؟ لا، لا يحاسبك. بقول يعني هذا الإنسان اضطر، خاف، ولا وشو سوى؟ كفر، فأنا سأرفع عنه هذا الخوف وهذا الشيء اللي هو فعل. عشان هيك الإخوان الله سبحانه وتعالى كأنه يعلمنا أنه من الابتداء العلة مين هم؟ بني إسرائيل، هم جزء من الذرية، كان فيهم خلل. هذا الخلل فين كان؟ خلل في قلوبهم، في قلوبهم، يعني الخلل في النفس. النفس نقول القلب هي جوهر النفس. فلما الله سبحانه وتعالى يقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعلمنا أنه الابتداء كان كذب على الله، حاولوا فيه خداع الله. ليش بقول خداع الله عز وجل؟ ليش بستخدم كلمة خداع؟ لما أرجع لسورة البقرة شو بقول سبحانه وتعالى؟ يخادعون الله، يخادعون الله، يعني هذا الكذب شو كان بدهم؟ يخدعوا الله عز وجل. طيب أنا لما بدي أخدع، أو خلينا نقول بني إسرائيل لما هي شاءت أنها تخدع الله، معناه شو فيه؟ معناه هي فاهمة الفكرة وعارفة إنه ما عند الله سبحانه وتعالى أكثر من جزء، خلينا نقول قسمته لجزئين، قسمة الربوبية وقسمة إيش؟ النعمة. يعني كأنها نظرت لله عز وجل ونظرت للجنة، نظرت للجنة، وشو قالت؟ قالت أنا ما بدي أعترف بالربوبية لله سبحانه وتعالى، ولكن شو بدي؟ بدي الجنة. عشان أنا أوصل للجنة من غير ما أعترف بالربوبية شو لازم أسوي؟ لازم أخدع الله عز وجل. طب كيف بدي أخدع الله عز وجل؟ بقول له بلى، فبكذب، عليكم السلام. فأصبح الكذب شو هو؟ خداع. أصبح الكذب خداع، محاولة لخداع الله سبحانه وتعالى
للوصول لفين؟ للنعمة. بدون الاعتراف بالربوبية يخادعون الله. وهذا الأسلوب اللي كان موجود معهم في السماوات وتعاملوا فيه مع الله عز وجل، شو راح يتم موجود معهم في الدنيا ويتعاملوا فيه مع مين؟ مع الناس، مع الناس والذين آمنوا. ولكن على الحقيقة هذا الأسلوب يخدع فيه الإنسان فقط نفسه، لأنه الإنسان هو مخلوق من مخلوقات الله، يعني صفحة مكشوفة أمام الله عز وجل. هل نستطيع أن نخفي ما في قلوبنا عن الله سبحانه وتعالى؟ لو أخفينا ما في قلوبنا عن بعضنا البعض، ولكن لا نستطيع أن نخفي ما في قلوبنا عن الله سبحانه وتعالى، فلن نستطيع أن نخدع الله. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وبفكر حاله شاطر، بفكر حاله قادر أنه هو يكذب على الله وأنه هو يخدع الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة أصلا أنه قلبه ما بده يعترف، ولكن قلبه قال له اكذب، ولو أنه صدق الله سبحانه وتعالى لتحصل على رحمة الله سبحانه وتعالى. فمعناه إخواني هذا القلب المريض اللي موجود في نفس الكافر الذي كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، رفض انه هو يختار الله وربوبيته وجنته كوحدة واحدة، وشأنه يوزعهم وياخذ الجنة لحالها بدون ان يعترف بالربوبية لله سبحانه وتعالى، رفض. والله سبحانه وتعالى بده اياه انه هو يدخل الجنة، بده اياه انه يدخل الجنة، مع كل هذا بده اياه انه يدخل الجنة. فماذا قال سبحانه وتعالى؟ ولعلهم يرجعون. قال اهبطوا منها جميعا، وشو قال؟ ولعلهم يرجعون. هلا شو بقول سبحانه وتعالى؟ بيعلمنا، بقول لك انا بعرف ما راح يرجعوا. عشان هيك لسيدنا محمد شو بقول؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ولكن علم الله سبحانه وتعالى لم يمنع انه تكتمل رحمة الله سبحانه وتعالى، انه يعطيهم كمان فرصة. مش بالضبط، عشان ما يكونش عندهم حجج عند الله سبحانه وتعالى وادعاءات. ولكن اخوان لو سألنا على الحقيقة هذه الفرصة الإضافية لله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها ونزلهم فيها للدنيا ولعلهم يرجعون، شو رح تسوي على الحقيقة؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ليش؟ لأنه محاولة الخداع اللي اتبعوها مع الله سبحانه وتعالى، شو بدهم يتبعوها هلا مع مين؟ مع البشر. وشو بده يسوي هذا الإشي؟ راح يزيد مرض قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني فزادهم بإعطائهم فرصة الهبوط والعودة لله عز وجل، زادهم فجورهم مرض في قلوبهم. مش الله سبحانه وتعالى زادهم المرض، الله سبحانه وتعالى زادهم فرصة، أعطاهم فرصة ولعلهم يرجعون. ولكن هذا الاختيار للفجور اللي موجود في قلوبهم هو اللي زادهم مرض. عشان هيك سيعود لله سبحانه وتعالى وقلبه قد اسود أكثر وأكثر، ومع كل فرصة يعطيها الله سبحانه وتعالى شو راح يصير بمرض قلبه؟ سيزداد أكثر وأكثر. يعني واحد كذاب تعطيه كمان فرصة شو بيسوي؟ بيكذب. أعطيه كمان فرصة بيكذب، أعطيه كمان فرصة بيكذب. فأنت شو بتسوي؟ بتمدله بالكذب. فهذا مد، مع أنه إخواني يعني الله سبحانه وتعالى رحيم، يعني بيعطيه فرصة، والمقصد من الفرصة التوبة، مش مقصد من الفرصة زيادة المرض. إلا أنه هو الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، هو الذي يختار الفجور، مع كل فرصة رحمة يعطيها إياها سبحانه وتعالى. فيبين لنا سبحانه وتعالى أنه بني إسرائيل من أعظم صفاته أولا الكذب، ثانيا الخداع، ثالثا مرض القلوب، رابعا أنه هي تعتقد بنفسها التدبير، مع أنه التدبير من مين؟ من الله. هذه إذا أنا بدي أحطها بكلمة شو بقول؟ لا تقبل وكالة الله عز وجل. وهذا الشيء جاء في آية صريحة في سورة الإسراء، يقول سبحانه وتعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
يعني انتوا رفضتوا وكالة الله سبحانه وتعالى، توكيل الله سبحانه وتعالى في اموركم، وهذا كان سبب في ايش؟ فقدانكم للنعم اللي الله سبحانه وتعالى انعمها عليكم في فترة من الزمن. وهذا مرض القلوب اخواني، لو سألنا يعني كم سيصل في بني اسرائيل الحال في مرض قلوبها، لأي درجة راح يوصل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة في الآية رقم 74: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شو أصبحت قلوبهم؟ أشد قسوة من الحجارة. هذا شو بيعني إخوان؟ ترى شو بيعني؟ بيعني أنه عدد الفرص اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها لبني إسرائيل لم تعطى لغيرها، وفي كل مرة شو كانت؟ كانت تكذب وتخدع وترفض أن تعود للرحمة وتزداد مرضا، حتى وصل حال قلوبها أنه أصبحت أشد قسوة من الحجارة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. يعني لو سألنا بكل بساطة، لو سألنا، أجي أسألك سؤال، عندك ابنك وهذا الابن فيه مشكلة، أكم من فرصة بتعطيه؟ كل الفرص، انتهى الموضوع. فهمت ليش؟ فهمت ليش؟ لأنه هذا مخلوق من مخلوقات الله. الله سبحانه وتعالى خلقه. أصل الخلق محبة، أصل الخلق محبة. شوف مدى حب الله عز وجل عبده، مهما فعل العبد شو بحاول الله سبحانه وتعالى؟ إنه هو يهديه ويرجعه. إذا الله سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هو بقول لك مع انه الصلاة، هو بيصلي لكش ابنك، بيصلي لمين؟ لا. فمين الله سبحانه وتعالى بقول لك وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، طول روحك عليه، وهي الصلاة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فاخواني، يعني بني اسرائيل كما قلنا اخذت كل الفرص التي قد تتاح لها، يعني ما كان في فرصة الا اخذت فيها فرصة رحمة إنها ترجع لله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى لما يقول ولعلهم يرجعون، وبقول لك من ابتداء سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون، شو معنى بقول لك؟ إنه أنا قد ما راح أعطيهم فرص على الفاضي، ولكن هذه رحمة الله عز وجل إنه يعطيهم فرص. ولا زالت بني إسرائيل في فرصة. هلا إحنا إخواني النصيحة حاليا لبني إسرائيل، انتوا حاليا في فرصة قبل العقاب. العقاب سيأتي، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أنتم في وجودكم في الأرض المقدسة في مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، حرم عليكم الوجود فيها في الأرض المقدسة، والساعة عمالة بالتك تك 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 لحد ما يجي الميعاد. الميعاد لإيش؟ لعقوبة ربانية. ف انتوا لحد هلا في فرصة رحمة من عند الله سبحانه وتعالى قبل العقاب الرباني، فاغتنموا هذه الفرصة. لسه موجود بين ايديك الفرصة. كيف بتغتنمها؟ انك تتوب وترجع عن المعصية، يعني تخرج من الارض المقدسة. انت خيارك، هذا خيارك انت، اما ان تخالف امر الله سبحانه وتعالى وتبقى في الارض المقدسة فانتظر العقوبة، أو أنك أنت تعود عن هذا المخالفة الربانية وتخرج من الأرض المقدسة فتفر من العقوبة. وهون إخواني النصيحة، يعني هذه نصيحة لبني إسرائيل حاليا ننصح فيها بني إسرائيل. هاي الأرض المقدسة محرمة عليكم، احملوا عفشاتكم شو بتقدروا واطلعوا. وأرض الله واسعة وفيها مناطق أجمل من الأرض المقدسة. نقوا أي بقعة على وجه الأرض بدكم اياها، تقدروا تشتروها. بنعرف هذا الاشي، بامكانكم تشتروها باموالكم بسلطانكم وبجاهكم. نقوا اجمل قطعة على وجه الارض واسكنوا فيها وفروا من عقاب الله عز وجل. هذه النصيحة. بس اذا انتم تميتكم مصرين، بذكركم الساعة عمالة بتعد وبتك، والميعاد لابد جاي. ما تقول والله بعيد وترونه بعيدا ونراه قريب، هذا جاي. أمر الله سبحانه وتعالى جاي، أمر الله جاي. هذا وعد حق منه سبحانه وتعالى.
وبعدين بعد ما يعاقبكم لسه يا اخواني لسه بعد العقوبة الدنيوية وبعد ما ترجعوا لله سبحانه وتعالى سيسألكم سبحانه وتعالى، وفي لسه السؤالين في الإجابتين اللي انتم حاضرين حالكم هلأ من هلأ عدلوا فيها، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الإجابة اللي انت محضرها ما راح تنفع مع الله سبحانه وتعالى. النصيحة من هلأ غيرها، اعترف بالربوبية لله سبحانه وتعالى، قول لا إله إلا الله، قل قوتي من الله، علمي من الله، مالي من الله، كل ما عندي من الله، قل كل من عند الله. اعترف بالربوبية لله سبحانه وتعالى وتنعم في الدنيا لا يمنع. شو بيمنع؟ يعني شو راح يفرق بين انك تتنعم في نعم الدنيا وتقول انا اللي عملته، وبين انك تتنعم في نعم الدنيا وتقول هاي من الله سبحانه وتعالى؟ شو بده يفرق؟ في الحالتين انت تتنعم في هذه النعم. ولكن ان انت ادعيت ان هذه النعم من قوتك وليست من قوة الله سبحانه وتعالى، انت شو تسببت؟ تسببت لنفسك انك انت تفقد الجنة اللي بتنتظر اصحابها يوم القيامة. وكمان الإجابة الثانية اللي انت محضرها بذكرك فيها الله سبحانه وتعالى نبهك عليها، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل، لن يقبلها منك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نبهك من البداية انه هو الخالق وهو الرب وهو المدبر للأمر كله، فإياك أن تلقي حمولتك على أبوك وإمك. بالعكس، إذا أنت فهمت فهم كمان اللي أكبر منك، مش بس اللي أصغر منك. فهم أبوك، فهم إمك، فهم جدك، فهم جدتك إنه هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نعود لله سبحانه وتعالى. كن أنت المصلح ولا تدعي إنه غيرك أفسدك. أصلح من حولك صغار أو كبار، ولا تدعي انه من قبلك او من بعدك افسدك. فانت على بينه، الله سبحانه وتعالى بين لك اياها، والله سبحانه وتعالى اشهدها، اشهدك عليها. وتذكر الله سبحانه وتعالى وضع اشاره لما كلمك، الله سبحانه وتعالى يقول في الايه رقم 7: ختم الله على قلوبهم. اياك ان تظن انك ستفر وتقول لله سبحانه وتعالى: يا الله انا لما ختم من ظهر سيدنا ادم ما سمعتك. لا، على كل قلب هناك ختم أنك قد سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: ألست بربكم؟ ختم أنك قلت بلى، ختم أن الله سبحانه وتعالى قال أنه لن يقبل منك العذر، قلبك مختوم عند الله سبحانه وتعالى. فماذا ستدعي هون في الدنيا؟ بتقولي وراء، فرجيني الوراء وفرجيني الختم وفرجيني أنك دافع. نفس الإشي الله سبحانه وتعالى اللي أنت بتطلبه في الدنيا راح يفرجيك إياه في الآخرة. لن تستطيع أن تكذب على الله. الله سبحانه وتعالى يعني ليس بحاجة أنه هو يبرهن لك أنك أنت سمعت، ولكن عندما تسأل وتقول وتدعي وتكذب من جديد وتقول لم أسمع، سيريك سبحانه وتعالى، يعني راح يسمعك المحادثة من أول وجديد، كأنه في تسجيل لكل شيء، وسيضعك سبحانه وتعالى أمام هذا التسجيل حتى لا تستطيع أن تنكر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فيش ليش، هذا خيار، هذا خيار. كل إنسان يختار طريقه، أنت مخير. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أمامك الخيار. يا بتقول بدي جنة، يا بتقول بدي نار، يا بتقول بدي اعترف لله سبحانه وتعالى بالربوبية والوحدانية، يا بتقول انا بدي انا اللي اقول انا عملت وسويت. فهذا خيار. اينا فان اينا كل انسان يختار، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا خيار، انت تختار. كل مخلوق خير، يعني كرم الله، صفة الكرم اللي موجودة عند الله سبحانه وتعالى تعني أن يخيرك ولا يجبرك. يعني حتى النعمة، إذا أنا دعيتك إلى طعام وسألتك شو بتحب تشرب، قلت له والله أنا بحب أشرب شاي، وسويت لك كاسة شاي وشفتك ما شربتش منها، خيارك إنك ما تشرب. إذا أنا حملت كاسة الشاي وشربتك قصبا عنك، هل هذا يليق؟ لا يليق. حتى النعمة لا نجبر عليها، حتى لو كانت من الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كانت جنة. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق لنا الجنة
خيرنا وقال ألست بربكم. اعترف إن الربوبية في خلق الجنة لمين؟ لله، عشان أدخلك عليها. فإن قلت بلى دخلت الجنة، فتكون الجنة خيارك. ولكن كيف يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة وأنت تقول لا أنا لا أعترف بالربوبية؟ إن أدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة بدون اعترافك بالربوبية لله سبحانه وتعالى فكأنه أجبرك على الجنة. والإجبار على الجنة يحول كلمة الجنة بدل ما هي سجن أو بدل ما هي قصر يحولها إلى سجن، تصبح سجن ولا تصبح قصر، تتحول من جنة إلى نقيضها. يعني من يستطيع أن يتنعم بالنعمة داخل السجن؟ فيش، لأنه أنت بالسجن، يعني أنت نفسك محشورة داخل هذا المكان وأنت لا تشعر أنك أنت في نعمة. فحتى تكون الجنة جنة وتستشعر بالنعم الموجودة فيها يجب أن تقبلها وتسكن نفسك وتطمئن في وجودك فيها. عشان هيك الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. السكينة أهم من المكان. يعني إن كانت في عندك غرفة صغيرة ما في إلها لا بلاط ولا حصير وعلى الإطراب وفيها زير مي أو دلة مي صغيرة وانت مبسوط فيها، شو بتصير هاي؟ منقول عنها الحقورة الصغيرة جنتك، هذه جنتك، هذه هي جنتك، لأنك انت راضي فيها وقابلها. ولكن لما أحطك في قصر منيف كبير عظيم وانت مالك وانت مجبر عليه ومسكر عليك اللي بابه قال لك فيش لك طلعة، شو بتصير؟ بتصير في سجن، سجن. فالجنة المقصد منها السكينة والطمأنينة، وهذا لا يكون إلا بخيارك باختيارك إلها. فلما الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم يسألك عن قبول الربوبية في خلق الجنة حتى ينعمك فيها. ولن يدخلك الجنة إلا بإيش؟ إلا بالاعتراف، والاعتراف يجب أن يكون من القلب. لن يأخذ منك سبحانه وتعالى الكلام من اللسان، يعني أن تقول بلى وبقلبك لا، الله سبحانه وتعالى يقرأ الإجابة القلبية بقول هذا ما بده الجنة فلن أجبره على الجنة، ولكني أحب له الجنة عشان هيك سأعطيه فرص أخرى لعله يختار الجنة من جديد ولعلهم يرجعون. اهبطوا منها جميعا وشوفوا الدنيا وما فيها وقارنوها مع الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، عشان تعرفوا قيمة الجنة وعظمة ما فيها وتغير من خياراتك وتغير من كلماتك وتغير من أفعالك القلبية وتقول لله سبحانه وتعالى سأقر بربوبيتك. عندها تعود لله سبحانه وتعالى وتعود لجنة الله سبحانه وتعالى وتسكن الجنة ويرضى عنك الله سبحانه وتعالى بقدر ما ترضى عن الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عن، فرضا رضا الله سبحانه وتعالى عنا إنما هو بمقدار رضانا عن الله سبحانه وتعالى. على قدر ما أرضى عن الله يرضى عني سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ارتضى لي هذه الجنة ولكنه لن يجبرني عليها، عشان هيك جعلها درجات. قال لك بلاش بلاش انت تاخذ أعلى الدرجات، بدكش أعلى الدرجات، نعي درجة أقل. قلت له لا، بقول لك طب نعي درجة أقل. قلت له لا، بقول لك طب نعي درجة أقل. كل ما تقول له لا شو بقول لك؟ نعي درجة أقل. في الآخر بقول لك اختار أنك تدخل الجنة ولو تقعد على بابها. هذه محبة الله سبحانه وتعالى إليك. كل ما انت ظلمت نفسك وكل ما انت قلت لله سبحانه وتعالى ما بديش الجنة، شو بقول لك؟ انزل درجة بس خليك في الجنة، انزل درجة بس خليك في الجنة. زي واحد بده يعلم ابنه في الجامعة، بقول له بديش اروح الجامعة انا بعرفش طب، بقول له بلاش تكون طب ادخل هندسة، بقول له بديش هندسة، بقول له بلاش هندسة ادخل تجارة، بلاش تجارة ادخل كذا. بتمه ايش بده اياه داخل هذا الاطار، لانه شايف الخير في هذا الاطار. الله سبحانه وتعالى شايف الخير فين؟ في الجنة. عشان هيك تجعلها درجات، جعل لك إياها درجات. هو بحب أنك تكون في الفردوس الأعلى وما منعك أنك تكون في أعلى الدرجات، وبقول لك هذه الإمكانية واردة وتقدر تسويها في حياتك في الدنيا، تستطيع أن تفعل ما يوصلك إلى الفردوس الأعلى في الجنة. واجتهد ولكل مجتهد نصيب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في الدنيا واعبد الله عز وجل حق العبادة حتى تصل إلى الفردوس الأعلى. ولكن إن رفضت وما بدك لا زال الله سبحانه وتعالى يحب لك أن تكون من أهل الجنة. بقول لك طيب بلاش، حاسس أنك بدك تتعب في الدنيا، خليها نص راحة ونص تعب وخليك بنص الجنة.
بدكش بلاش، خلي ثلث ارباع راحه وربع تعب وخليك في الربع الاخراني في الجنه، بدكش بلاش، ارتاح 99% اتعب 1% بحطك في الدرجه الاولى من الجنه. هذه رحمه الله سبحانه وتعالى، هذه رحمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبحث لك عن كل طريق ويحاول بكل طريق انه هو يدخلك الجنه، لانه هذه رحمه الله وهذه محبه الله سبحانه وتعالى. لا زالت هذه رحمه من رحماته، ولكن لما نتكلم عن درجات الجنه نقول لما في الجنه درجات، لانه الله سبحانه وتعالى يعني يريد منك ان تكون في اعلاها، ولكنه يحاول قدر الامكان بدون ان يجبرك ان يجعلك تختار. فان كان خيار الله سبحانه وتعالى سيرضى منك هذا الخيار، ان يجعلك تختار لو درجه اقل لو درجه اقل لو درجه اقل حتى تصل الى اول درجه ان انت رفضت. عشان هيك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يعني لو أنت اخترت أنك تكون في أول درجة لساتك بخير. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. الله يبارك عمرك ويرضى عنك إن شاء الله. بارك بعمرك ان شاء الله ويحفظك، الله يحفظك ويرضى عنك ان شاء الله. بارك الله فيك، السلام عليكم، الله يرضى عنك ويبارك فيك، الله يجزيكم خير ويرضى عنكم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. في حالك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول
Yeah.